وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن العلاقات بين روسيا وأمريكا تمر بأسوأ حالاتها في التاريخ، كيف ترون هذه العلاقات بين الدولتين الكبيرتين؟ أهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين لقناة الرافدين. أعتقد أن في بعض المبالغة في هذا القول. هو طبعا العلاقات متوترة ويمكن يعني ساخنة جدا، لكن ليست في يعني ما نقدرش نقول أن هي في أسوأ حالتها، لأن طبعا في أيام الحرب الباردة وكانت طبعا الاتحاد السوفيتي كان، لكن برضو يعني هو في تقهقر في العلاقات. كانت الأول شهر عسل في الشهور الأولى من حكم ترامب، لكن دلوقتي طبعا الأزمات فرضت نفسها، بالذات الأزمة السورية. أنباء عن نية روسيا تزويد مقاتلاتها بصواريخ جو، مما ترى أمريكا تهديدا للتفوق الأمريكي، هل هي عودة لسباق التسلح أم هو صراع النفوذ بينهما من جديد؟ في طبعا الحساسية الشديدة دي لا شك ان يعني من وراءها اطراف اخرى. ونبدا بالطرف الاهم في يعني في مسرح الشرق الاوسط وهو اسرائيل. هذه المنظومه الصاروخيه بتتعدى اظن 200 ميل. وهي يعني هي مش اكثر المنظومات تقدما، هي زي ما احنا سمعنا S-300. طبعا كان ممكن يدوم 400 او 500، لكن 300 يكفي جدا، انه طبعا يعني اذا وقعت في الايدي الخاطئه ممكن طبعا انها تستعمل ضد اسرائيل وفي عرض اسرائيل. فيمكن دي احد الاشياء اللي مسببه جزع شديد جدا عند يعني الجانب الامريكي الذي طبعا هو طرف دائما متفاهم مع حليفه اسرائيل. كيف تقرؤون تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بحصار روسيا بحريا، وما تداعيات ذلك فيما لو حدث؟ والله أرجو أنه لا يحدث. طبعا الأساطيل الأمريكية قادرة على تطويق وتضييق على الـ الـ على كل يعني دولة أو كل قوة في العالم، لكن هذه تبقى هي مجازفات خطيرة جدا، ويعني تصل في رأيي إلى يعني المغامرات. احنا طبعا عارفين أن ترامب إنسان متهور، وفي بعض الأحيان كلماته ليست دبلوماسية وليست منتقاة، هو يبالغ كثيرا في تهديداته. أنا أعتقد أن يعني لن يحدث هذا، لكن هتبقى يعني يمكن تحرشات خفيفة هنا وهناك، لكن مش لدرجة يعني الحصار الكامل. نعم. إلى أي مدى ترون أن صفقة الصواريخ الروسية للنظام السوري لها دور في توتر العلاقات بين الدولتين؟ لا، هي طبعا أنا في رأيي أن هي المحور الأساسي. هو الحقيقة يعني كل ما العالم بيحاول يعني يهذب المنظر في سوريا، كل ما هذه العوامل الجديده مثل يعني منظومه روسيه متقدمه للصواريخ ارض ارض، دي بتعقد الموقف اكثر، لان الموقف معقد اساسا في اكثر من طرف داخل الحدود السوريه، الى جانب الاطراف الاجنبيه اللي فيها حزب الله وفيها الافراد وفيها يعني الاسرائيليين. طبعا كل هذه الاطراف كلما زادت الازدحام على هذا المسرح السوري اللي هو طبعا للاسف مسرح يعني مهدم من الاجراح وتنزف الدماء في كل مكان، هذا ليس في مصلحه التسويه السلميه اللي كنا نتمنى وما زلنا نتمنى ان تنتج عنها يعني توحيد للاراضي السوريه تحت حكم واحد، حتى لا تنقسم سوريا الى اجزاء. هل الأزمات الداخلية التي يعيشها ترامب أي دور في هذا التصعيد برأيكم؟
أنا في رأيي نعم، أنا أجزم الحقيقة بهذا. هو الحقيقة هزم في يوم الجمعة الماضي، يعني من يومين، هزيمة طبعا كبيرة، لأن المرشح القاضي المرشح للمحكمة الدستورية العليا تعثرت أوراقه في معركة كانت فاصلة الحقيقة في مجلس الشيوخ. وهذا التعطيل اللي سيأخذ على الأقل أسبوع ممكن جدا أنه يدمر هذا الترشيح تماما، وإذا دمر هذا الترشيح هتعتبر طبعا هزيمة كبيرة جدا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. إن طبعا هذا الصراع كله على هذا المنصب اللي هو القاضي الذي يعني سيحول المجلس أو قصدي محكمة الدستورية العليا من محكمة تعتبر متوازنة يعني ما بين الأربعة محافظين وأربعة ليبراليين إلى محافظين تماما، وهذا هو ما يريده طبعا تنفيذا لسياسات المصوتين له، خاصة في الجانب المسيحي اليميني المتطرف. أخيرا، كيف ترون شكل الصراع في المنطقة بعد التصريحات المتوترة بين كل من روسيا والولايات المتحدة؟ والله الموقف طبعا العربي زي ما احنا عارفين تعيس ومؤسف، لأنه الأطراف كلها ليست أو يعني أغلبها ليست عندها حرية الحركة ولا حرية الإرادة السياسية. فبنجد مثلا الإمارات تابعة تقريبا للسياسة الإسرائيلية، السعودية متخوفة وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ومصر تابعة للسعودية والإمارات وإسرائيل، وهكذا في هذا الصدام من التبعية السياسية. لا أعتقد أن المصلحة السورية أو مصلحة القضية الفلسطينية ممكن تأخذ الأولوية، وهذا مؤسف. ولذلك نرجو من الأخوة السوريين أنهم يعني يكافحوا بقدر الإمكان على تقبل الفصيل الآخر، حتى يكون لهم على الأقل بعض الثقل السياسي في المعاهدات التسوية الأخيرة. نعم، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية السيد صفي الدين حامد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.